مشاهدة قناة الشعب قناة شوف تي في، كانت واجدة بالجوطية مع بائع الفواكه الجافة. أكيد اليوم غنعرفوا الأثمنة ديال الفواكه الجافة على وحنا على أقل من شهر على حلول رمضان. أكيد في هذه الظرفية هذه كيولي إقبال كبير على الفواكه الجافة، اللوز، القرقاع، التمر، الشريحة. الآن غناخذوا تصريح اللسان ديالو باش يقدر يشرح لنا ويعطينا أكثر الأثمنة اللي كتواجد في هذا السوق هذا. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ ديالنا. مرحبا، شنو تقدر تقول لنا على السوق وفين وصل الأثمنة ديال الفواكه الجافة؟ واش كاين اقبال ولا ما كاينش اقبال؟ الاقبال شويه قليل العام اللي كان، غير هو الحمد لله الاثمنه باقا مناسبه كالعام اللي فات، بحال كم جنجلان دير 33 درهم، اللوز واخا نمشيو حاجه بحاجه. بالنسبه لهاد التمر هذا شنو كيتسمى وشحال الثمن ديالو؟ التمر العراقي ندير 24 درهم. 24 درهم، العام اللي فات شحال كان داير؟ نفس الثمن. نفس الثمن. وبالنسبه لهاد التمر هذا؟ هذا ستوندار ديال تونس. ستوندار ديال تونس. شحال واصل الثمن ديالو؟ هذا ندير 35 درهم. 35 درهم. كما العام اللي فات. واللوز؟ اللوز ندير 70 درهم، اقل من العام اللي فات، العام اللي فات كان ب 75. وبالنسبه البرقوق؟ البرقوق هو اللي مرتفع شويه، تيدير 40 درهم. 40 درهم، وهذاك اللوز اللي من اللي شنو السميه ديالو؟ هذاك اللوز ديال امريكان دير 120 درهم. 120 درهم؟ بارك الله. العام اللي فات شحال كان داير؟ نفس الثمن. نفس الثمن، وهذا اللوز هذا اللي فوق منه؟ هذاك بلدي ديال الماكله شويه قليل تيدير شي 160 درهم. واخا بالنسبه للقرقع منقي؟ 100 درهم. 100 درهم؟ معروف 100 درهم. وبالنسبه لهذا التمر هذا؟ هذا التمر ديال السكري دابا كان شويه مرتفع، دابا راه تراجع ولا غير ب 40 درهم، كنا تبيعو ب 45، دابا تحيدت ب 100 درهم قبل سنه رمضان. وبالنسبه لهذا التمر؟ التمر ديال تونس هو تيدير 40 درهم. 40 درهم، واش بالنسبه للشريحه؟ الشريحه اللي عندها شويه ارتفاع هذا العام دايره 80 درهم. 80 درهم؟ يعني بالنسبه للاختلاف ديال الانواع ديال التمر الاثمنه ديالهم، يعني تقريبا اعطينا ادنى ثمن واقصى ثمن. تتبدا التمر من 20 درهم تتوصل حتى 45، عاد كاين المجهول تو كاين من 70 درهم حتى 120 درهم. يعني الانسان في متناول الجميع. بحال العام اللي فات. واخا غير هي كما قلنا هذه الظرفيه كما يعني الناس قليل اللي كيتقداو، باقا مازال من الناس ما بداوش كيتقداو. باقا شويه الوقت ناقصه، وباقا بنادم مات، وباقا ما تزعمش باش انا يتقدا. انا الظروف ديال الله خرجت كورونا، راك عارف الظروف ديال الناس شويه من السياره، والحمد لله نتمنوا خير. واخا بالنسبه للجنجلان قلت لي فين واصل الثمن ديالو؟ حيت كاين جنجال في انواع. ديال مصر ندير 32 درهم، وديال البلاد شويه حنت قليل مع الجفاف كان شويه قليل ندير 50 درهم. ديال البلاد ديال 50 درهم، يعني شويه قاس على شويه شويه قليل على الطلب والعرض. واخا في نظرك المواطنين اللي كيجيو دابا للسوق واش كيختاروا ياخذوا الجنجلان ديال البلاد ولا كياخذوا ديال الاكثريه ياخذوا ديال مصر لانه منقي وهذا، وديال البلاد كاين الفئه اللي تعزل سلعه البلاد، تاكل السلعه ديال البلاد في اي حاجه. واش السلعه ديال البلاد فيها البنه خاصه ديالنا؟ يعني كتبقى سلعتنا راه سلعتنا. بطبيعه الحال ديال البلاد فيها. وبالنسبه للتوابل تاعهم؟ التوابل بحال بالنسبه للتوابل تاعهم نفس الثمن ديال ذاك العام وهذا العام. واخا بالنسبه للتحميره والبزار والتحميره؟ التحميره اللي كانت غلات شويه دابا الحمد لله راه رجعت الثمن ديالها اللي كانت بدات ترجع. رجع لها الثمن شويه؟ شحال تقريبا ولات التحميره دابا؟ التحميره مديره دابا مديره شي 50 درهم باش نبيعها، كنا تنبيعها حتى 80 درهم، وصلات غلات واحد الوقت 80 درهم، دابا تنبيعها ب 1000 ريال. والكمون؟ الكمون نفس الثمن ديال ذاك العام. شحال تقريبا انت؟ الكمون على حساب البلدي، البلدي تيدير شي 140 درهم، وديال مصر تيطيح ما تيراوح ما بين 80 80 درهم. وكيما هذيك البزار؟ البزار نفس الثمن 60 درهم. واش اما احسن الانسان ياخذ ويطحنوا ولا كي ولا هذا ولا كلشي ماكل كلشي كاع العطر ولا عندهم ماكل كلشي تيطحن كلشي تيطحن شي حاجه اي حاجه خديتها تطحنها قدامك. واخا بالنسبه للثومه؟ الثومه طايحه كاع هذا العام كاع مديره 30 درهم. العام اللي فات شحال كانت دايره الثومه؟ 40 درهم. كانت دايره 40 درهم العام اللي فات؟ طايحه دابا 30 25. يعني في متناول ديال يعني ديال الجميع. ديال الجميع، البيض هو كان ب 30 دابا راه ولينا تنبيعو ب 26 ب 20 فرانك، ونتمناو انه يرجع الدرهم ولا يرجع 16 ريال. يعني السوق بدا ينخفض. بدا تينخفض، حتى الاقبال ما كاينش، السمه الشرائيه شويه قليله.
حتى المواطنين كما قلنا الله يحسن العوان كل واحد الظروف ديالو. قلت لي حاجه واحده تزادت هذه العاميه اشريها باش تريح شويه عند قليل هذا العام، راك عارف البلاد تزاد الموسم ديال الجفاف وكان الكرمو شويه قليل، علاش هي ارتقت قليله وكانت كثيره غتكون رخيصه. اما بالنسبه للفواكه الجافه الاخرى يعني الثمن، وبالنسبه لنسينا سميتو اش كيقولوا ليه كوكاو، كوكاو الثمن ديالو عادي، كوكاو تطيح هذيك 30 درهم باش يطيح باش نبيعو 30 درهم ديال كفيه حتى هو الانواع الغليظ والرقيق على حساب الجوده. وكاين اللي حتى هو كيكون منقي فيه، كاين المنقي المنقي بقى هو ما تزادش. واخا بالنسبه للاكاجو فين واصل الثمن ديالو؟ اكاجو 130 درهم 130 درهم هذا والبيستاشي نفس الثمن، يعني كيكون عندهم نفس الثمن كيكون شويه اقبل عليهم ولا شويه دابا راه نعم بارك الله كاين الجوده السلعه كما قلتي ديال البلاد وكذلك ديال برا. ورقه سيدنا موسى هي موجوده، كلشي موجود الحمد لله، السلعه كاع موجوده. بالنسبه للحمص العدس هادو هما يعني الحبوب اللي كتكون الحمص العدس شويه كاين ارتفاع شويه وكاين دابا شويه دابا بحال دابا العدس ولا ب 16 درهم 15، الحمص تورى رجع واحد شويه ندير دابا الحمص تلقى دابا ندير على حسب الجوده ديالو الرقيق والغليظ كيبدا من 18 اللي يستهلي في 23 14. واخا زيت العود فين وصل عندكم في الثمن؟ زيت العود باقي هو 80 درهم 80 درهم 80 درهم الله يطول الله يطول. يعني بالنسبه لرمضان كاين السلعه موجوده، السلعه موجوده رمضان، السلعه موجوده تفوت كاع رمضان الحمد لله في كوفيد كاع السلعه في هذه البلاد وقعدنا بخير عاد يعني فلوس في القرقاع في التمر كلشي غيكون كلشي موجود كلشي موجود وكاين ماشي تيفوت كاع رمضان الحمد لله الخير موجود كاين الجوده الحمد لله. الله يخطيك على المعلومات وشكرا. وكما سمعتوا معنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي الاثمنه ديال الفواكه الجافه قبل اسابيع قليله من وصول شهر رمضان، نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.